بدأ المصنف كتابه بمقدمة ذكر فيها إيه الباعث على تصنيف هذا الكتاب حتى يدل الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مقدمة يذكر فيها الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الإبراهيمية متكررة وراء بعضها، لأن الصلاة الإبراهيمية اللي احنا بنقراها في التشهد وردت بصيغ عديدة وليست بالصيغة الوحيدة التي تحفظها أنت، بل وردت بصيغ عديدة تصل إلى أكثر من 16 صيغة. كويس؟ وبالتالي بدأ بالصيغ الواردة عن النبي، ثم بعد ذلك بدأ بالصيغ الواردة عن الصحابة زي سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك بالصيغ الواردة عن بعض الأولياء، واجتهد هو أيضا في أثنائها ووضع من عند نفسه بعض الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف أقرأ من نسخة والدي ونصحح مع بعض، كل واحد يصحح معاه من نسخته. النسخة دي طبعة الشمرلي. في مقدمة استحبها الناس قبل قراءة هذا الكتاب، هو لم يكتبها المصنف لكن توارثها الناس، مقدمة لم يكتبها المصنف، انك انت اول ما تبدأ تستغفر الله العظيم ثلاثة، فتقول لي ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وبعدين تقول سبحان الله والحمد لله ثلاثا برضه، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، وبعدين تقول حسبي الله ونعم الوكيل ثلاثا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ثم نقرأ الإخلاص بأعوذ مع البسملة ثلاثا. يعني إيه؟ يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان، نقرأها مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد ذلك المعوذتين مع البسملة مرة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم الفاتحة مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ أسماء الله الحسنى مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدئ المعيد، الحي المميت، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف مالك الملك، ذو الجلال والإكرام،
المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم بعد أبيات الشعر التي تؤهلك للدخول في هذا الكتاب حتى تحمسك للقراءة فيه، يقول فيها: وإذا رأيت النفس منك تحكمت وغدت تقودك في لظى الشهوات، فاصرف هواها بالصلاة مواظبا، لا سيما بدلائل الخيرات، بدلائل الخيرات كن متمسكا، والزم قراءتها تنل ما تبتغي، فشوارق الأنوار لائحة بها، فالترك منك لها أخي لا ينبغي. يعني إذا رأيت نفسك غلبت عليك والشهوات غلبت عليك، في علاجها إيه؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كانوا بيتشوشوا ببعض إيه؟ بعض الخواطر الشيطانية والظلمانية في النفس، عليه أنه يقومها بإيه؟ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول: وإذا رأيت النفس منك تحكمت، يعني نفسك الشهوانية ونفسك الأمارة بالسوء، وغدت تقودك في لظى الشهوات يعني في المعاصي، فاصرف هواها بالصلاة مواظبا، لا سيما بدلائل الخيرات، بدلائل الخيرات كن متمسكا يعني مواظبا طول عمرك، يبقى ورد عندك طول عمرك، والزم قراءتها يعني ايه؟ يعني استمر على قراءتها، تنل ما تبتغي، لأن معلوم أن الصلاة على النبي سبب لجلب إيه؟ لجلب المسرات ودفع إيه؟ المضرات. فشوارق الأنوار لائحة بها، يعني إيه؟ كتاب منور، والصلوات اللي فيه صلوات منورة تنور القلوب. فالترك منك لها أخي لا ينبغي، يعني لا ينبغي لك أن تتركها.